مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مساء الانتصارات، مساء الأداء الحلو، مساء التألق، مساء روح الفانيلا الحمراء اللي بدأت إنها ترجع مرة تانية وإن شاء الله ما تغيبش عننا تانية أبدا. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة فيها أكيد أخبار كتير عن النادي الأهلي. طبعا الفريق حقق امبارح فوز كبير جدا على سيمبا التنزاني 5-0 في مباراة الجولة الثالثة لمباراة دور 16 في دوري أبطال أفريقيا، وقرب إن هو يتأهل للدور ربع النهائي. شفنا امبارح الأداء الرائع للفريق على مدار شوطين اللقاء، مش بس الشوط الأول وإنما برضو الشوط الثاني كان فيه أكيد الاستحواذ التام للعب. طبعا ما كانش فيه أهداف، لكن برضو كان فيه تنفيذ لتعليمات الجهاز الفني بعد ما حقق النادي الأهلي خلاص الهدف بتاعه. طبعا بعد الفوز الكبير اللي اتحقق امبارح ده أكيد كمان برضو كان فيه مكاسب تانية كتير، وأكيد أبرزها رجوع المصابين وأهمهم رامي ربيعة اللي كلنا طبعا اطمننا عليه، وكمان حسام عاشور. الفريق قدم عرض امبارح قوي جدا وهو الأفضل ليه من فترة طويلة، ومع ذلك محدش فينا هيطلع ويقول بقى الاهلي مكانه بقى الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والكلام الغريب اللي بنقعد نسمعه ده دايما، لان النادي الاهلي معروف، النادي الاهلي هو كبير افريقيا، سيد افريقيا، وليه سمعه زيه وزي الانديه الاوروبيه، وكمان بينافسهم في عدد الارقام القياسيه للبطولات. سريعا بقى نقفل كده ملف دوري ابطال افريقيا.